السلام عليكم. اليوم نروح لولاية المسيلة لنقف على الأشغال تاع المستشفى الجامعي تاع مدينة المسيلة اللي يعرف وتيرة تاع وتيرة الأشغال جد متقدمة. هذا شيء جميل، أظن أنه هذا أسرع أسرع وتيرة تاع إنشاء في المستشفيات في الجزائر عرفتوها، حتى أن هذا المسجد يعني يعني بضعة شهور يعني تقريبا سنة ونصف يعني المستشفى اكتمل تقريبا كلية. شيء مفرح. خليكم تتابعوا والسلام عليكم.